السلام عليكم، تحية لجميع المتابعين ديال الصفحة. لقيتوني دابا ماشيين واحد المكان عجيب غريب، انا نخليكم تكتشفوه معايا. غادي ندخلو ان شاء الله ونسولهم واش ممكن نصور ولا لا. انا غادي نقلب الكاميرا دابا. انتم اخوتي، هيا انتم مع الاخوان. دي المعنى ديالها الفري ميسون ميوزيوم، فري ميسون ميوزيوم يعني المتحف ديال لي فرانماسون، الماسونيه. ها هو المقر ديالهم، هذا المقر، ماشي المقر ديالهم، هذا المتحف. ها هو المتحف فري ميسون هاوس. هنايا كيف ما كتعرفوا ان في الدول الاوروبيه يعني الماسونيه ماشي مساله سريه، ما بقاش انتقلت من السريه للعلنيه، يعني كيديروا الانشطه ديالهم والناس كتقدر تنضم للماسونيه بكل حريه، ومساله عاديه ولات هنا. يعني عندهم ما عندهمش يعني ماشي موضوع حساس بحال اللي بحال في الدول الاسلاميه. هنايا مازال هنايا لا، هنايا عنده مساله عاديه. فغادي نشوف، نحاول انني ندخل ونسولهم. بقاو معايا. بغيتي تتوقع؟ احنا غادي ندخلو دابا. اوكي سوري. طلبت مني نزول الساك، دابا غادي نمشي ونحطو في واحد الخزانة عاد نقدر ندخل. وسمحوا لي الكاميرا مقلوبة، يمكن المهم قلبوا التليفونات ديالكم باش تبان لكم الصورة واضحة. So it's here, yeah? Yes. Okay. Here and let me see. We have one room, but that's not allowed to be filmed. No problem. No problem. I'll just keep here and. Yeah, but that's a room where we let you see a movie. A little piece of how the rituals. For becoming a Freemason. So that's not allowed to. No, I will not. I will not. But if you want to go there, then you have to tell me, then I come. Oh, okay, no problem. No problem. No problem. Yeah. Thank you so much. Okay, so let's see this. هنايا كتشوفوا أهم الأحداث اللي كان عند الماسونية دور فيها، والحروب والنزاعات اللي كان عند الماسونية دور فيها. هنايا كتشوفوا الاتحاد الأوروبي، أن الماسونيين كان عندهم دور في التأسيس ديال الاتحاد الأوروبي وتوحيد السوق الأوروبية. اذا انا للاسف مكتوبه بالهولنديه، يعني ما نقدرش نترجم لكم، ولكن هادو ابرز الاحداث التاريخيه اللي كان الماسونيه عندها دور. تما كيف ما كتشوفوا، تما احداث اللي بدات من 1700، بدايه السنه ديال 1700، والماسونيه كان عندها دور فيها. وهنايا كنشوفوا في هاد السبوره هادي ولا في هاد اللوحه هادي اهم الشخصيات ولا اشهر الشخصيات التاريخيه اللي دازت في العالم واللي كانت منتميه للمحفل الماسوني. هنايا بزاف ديال الرؤساء السياسيين، سواء في امريكا ولا في اوروبا، ورجال الاعمال بحال هنري فورد صاحب الشركه ديال فورد ديال السيارات، ولا جورج واشنطن، ولا ابراهام لينكولن، ولا بزاف ديال الشخصيات السياسيه. هنايا كتشوفوا هذا الرمز هذا اللي معروف، الرمز المشهور اللي موجود على الدولار.
Oh. It's the golden hammer. Wow. And it's real gold. Yeah, yeah, yeah. Oh my God. With diamonds, etc. Wow. It was a gift to Prince Frederick. Yeah. By his 60th anniversary as Grand Master. So we are talking about. We are talking about the year 1800. I think. دي ما عرفتش بالضبط شنو كترمز، يمكن الصليب المقلوب اللي هو من احد الرموز ديال الماسونيه، وهذا معدل بالذهب الخالص وفيه اللؤلؤ، وقال لي هذه راه منذ سنتين يلا عامين هذه باش لقاوها في شي بلاصه وجابوها لهنايا، والتاريخ ديالها كيرجع عن 1876. It's 1916 and 1976. واو. 18 I'm so bad in history, I don't know this guy. That's well, neither do we. Well, it's Prince Frederick, it is. هذا قال لك هو الوحيد اللي قدر يوصل لواحد المرتبة عالية في الماسونية، والعمر ديالو ما تجاوش في ديك الساعة 19 سنة. After only the age of 19 years. 19 years. Very young. Wow. And here, this is one of the most precious. هاد العبادة مكتوبة بالهولندية. مكتوب فيها فيفاز كونين فيفاز بايدلار، المعنى ديالها شكون كان ملك وشكون كان يعني طلاب ولا سعاي. هذه كيوضعوها في المقابر ديالهم، وكيبغيو يقصدوا منها ان من الساعه الملك يموت الانسان يعني كلشي كيتساوى الملك وكيتساوى الفقير وكيتساوى كلشي. اكزاكتلي. واو واو Wonderful. Wow. Yeah, I know this background. Yeah, it's a black and white. Yeah. Yeah. So this is a kind of facult or. هاد الغرفة هادي قال لي ممنوع نصور فيها، حيت هي اللي كيتم فيها الشيماعات وكيتم فيها يعني الطقوس ديالهم، وممنوع نصور فيها يعني الفيديو، ولكن التصاور ماشي مشكل، انا غادي ندخل وغادي نصور لكم من داخل، شوفوا التصاور كيفاش، يعني باش تعرفوا الغرفه شنو فيها. هذه كيف ما شرح لي هو، هذه الغرفه ديال الاجتماعات، كيكون منزل فيها في واحد الطابله، واحد الطابله له كيكون منزل فيها، يعني كيكون تما الكرسي ديال الماستر ديال الاستاذ ديالهم، وحدها واحد الطابله، وديك الطابله كينزلوا فيها الكتب السماويه على حساب عدد، على حساب الديانه ديال الناس الحاضرين، فعلى حساب اللي قال لي هو انهم كيقبلوا المسلمين اي واحد، يعني المسلمين البوذيين المسيح اي واحد، الملحدين اي واحد، فكيوضعوا تما فوق داك الطبيله كيعملوا فيها كينزلوا فيها الكتبه ديال الكتب ديال الديانات على حسب عدد على حسب يعني الديانه ديال الاشخاص الحاضرين. وطبعا انا كنتفادى نسول هاد خونا هذا، كنتفادى نسولو يعني الاسئله اللي محرجه، الحاجات اللي كنعرفو مثلا داك الارضيه اللي كترمز اللي فيها اللون الابيض واللون الاسود اللي معروف انها كترمز للعالم ديال الجن والعالم ديال الانس، فالاسئله بحال هادو تفاديت انني نسولو يعني نسولو اسئله بحال هكذا. وكذلك تما بزاف ديال الرموز الشيطانية، كذلك انا تفاديت انني نسولو شنو العلاقة ديال الماسونية مع الشياطين، طبعا حنا عارفين يعني شنو كاين، ولكن انا يعني فضلت انني ما نسولش هاد النوع ديال الاسئلة. وسولته كذلك واحد السؤال، يعني قلت له يعني بما انكم كتستقبلوا كل شيء الناس يعني من جميع الديانات انتم منفتحين، فعلاش كتحتفظوا بهاد السرية هادي؟ فهو قال لي احنا ما عندناش، احنا ماشي يعني ماشي جماعه سريه، قال لي ولكن احنا ما كنديروش بوبليسيتي، يعني ما كنقولوش للناس اجيو تنضموا لنا عافاكم بليز اجيو مرحبا بكم، قال لي لا احنا يعني اللي مهتم واللي محمس انه ينضم لنا هو اللي كيجي يقلب علينا، احنا ما عمرنا ما مشينا كنقلبوا على الناس. هذا العمده ديال روتردام حتى هو كان ماسوني، وهذوك اللي جوج معاه هذو يعني خانوا الماسونيه ومشاو كيبلغوا هتلر، كيبلغوه يعني كيعطوا له يعني المعلومات على هذا المحفل هذا،
ويعني خوفا على راسهم، يعني حتى هما كانوا ماسونيين ولكن خافوا على راسهم، مشاو كيتعاونوا مع هتلر على حسب اللي عاود ليه هاد السيد وصافي. قال لك ملي دخل هتلر واجتاح اوروبا، غلق جميع المحافل والنوادي الماسونية كاملين، شدوهم. بيلتهوفن موسيقار شهير، تا هو كان ماسوني وكان كيمر رسائل عن طريق الموسيقى ديالو، رسائل سرية عن طريق الموسيقى ديالو. صافي راني خرجت. المهم هو غمشى وفا عرفني مسلم، قال لي راه حنا كنرحبوا بالمسلمين وبالمسيح وباليهود وبالبوذيين، غير يعني الا كانت عندك، الا كنتي موتيفي انك تنضم لينا مرحبا بك، وما كاينش ما عندناش المشاكل العرقيه الى اخره. المهم الماسونيه حقيقه وراه متواجدين، وكيف ما قال لي هو يعني منتشرين في جميع انحاء العالم وجميع مراكز السلطات. وهادشي اللي بغيت نوصلكم، والسلام عليكم.